نبغي نقول الناس كاملين اللي ما بغاوش يديروا الكمامه او اللي كيظنوا ان الفيروس ما كاينش او اللي كيظنوا ان كورونا ما كايناش، فكنبغي نقول لهم ماشي بالشرط يكون واحد من عائلتك مات بها او لو واحد من عائلتك تصاب بها باش تعرف بانها كاينه. دير كمامتك وخاف على راسك وخاف على الناس اللي حداك وخاف على الناس اللي معاك والناس اللي كتعيش معاهم، وخافوا على الناس الكبار وعلى الاطفال اللي لا ذنب لهم. ما تخرجش انت تديع وتجيب معاك كورونا لعائلتك ولناسك. دونك بروتيج دوا، دير الكمامه ديالك، غسل يديك. الكمامه ساكوت غيان اليوم فريمون ما كتسوى والو، فديرها ما غاديش تخسر والو. غتحمي راسك، غتحمي الناس، غتحمي بلادنا اللي كدوز من ظرفيه فعلا 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 صعيبه. كلنا تسد علينا، الناس مشاو لمخدميهم، فنيا متنا حنا كفنانين، متنا مشاونا دي بروجي. ندوي انا شخصيا على راسي، مشاو لي دي بروجي لان ما كاين السهرات، ما يمكنش يكونوا تجمعات. اللعابه ضروا، الناس بسطاء ضروا، المعامل ضروا، النادي ديال القهوه ضر، المراه اللي كدير ميناج ضرات. فحسوا بهاد الناس وحسوا بينا وحسوا بريوسكم وديروا كمامتكم. الله يجازيكم بالخير، تنتفاداو هاد الشيء وترجع لنا الحياه كيف ما كانت، لان الحياه اليوم ما بقى عندها حتى شي طعم. كنقول لهم اول حاجه كنبغيكم، الله يحفظكم، الله يحفظ لكم دينتكم، والله يحفظكم من هذا البلاء. والحمد لله ان مدينتكم باقا مفتوحه، والحمد لله ان الحالات ما عندكمش كثيره بزاف. حنا الدار البيضاء تجدمات، مراكش تجدم، الدنيا كلها عمرت. فكنطلب منكم انكم تحافظوا على ريوسكم، حافظوا على مدينتكم الجميله باش تبقى لكم محلوله. ما تبقاوش تدخلوا في ساعه محدده وتخرجوا في ساعه محدده، ما تمشيش منكم حريتكم. لهذا كمامتك كتسوى حريتك.